في سياق متصل أثار إقرار قانون تجديد العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة في الجزائر ردود فعل متباينة، حيث رأت أحزاب إسلامية أنه يساهم في تفكيك العلاقة الزوجية، فيما رحبت به أحزاب وتيارات مدنية واعتبرته مهما لحماية المرأة. هذا وكان البرلمان الجزائري قد أقر تعديلات قانونية تتضمن عقوبة السجن من سنة إلى 20 وفق حسب حجم الإصابة للزوجة التي تتعرض لاعتداء من زوجها. معالجة قاسية وتفكيك للعلاقة الزوجية والأسرة الجزائرية هي التداعيات التي قالت الأحزاب الإسلامية الجزائرية إنها ستحدث في حال تنفيذ قانون العقوبات الجديد الذي شدد عقوبة العنف ضد المرأة، حيث برروا رفضهم لهذا القانون لا سيما في مواده التي تعاقب الزوج الذي يهين زوجته أو يضربها بالسجن من 6 أشهر إلى 2 سنين. اعتراضنا على هذا القانون ليس كوننا ضد محاربة العنف ضد المرأة، وإنما اعتراضنا على هذا القانون كونه جاء في مقاربة خاطئة. عوض تلجأ الحكومة إلى أسلوب المعالجة لجأت إلى أسلوب الردع، وأسلوب الردع سوف تكون نتائجه وخيمة على الأسرة. حجج، وهي حسب نواب أحزاب الموالاة التي رأت في القانون مكسبا مهما وحماية للمرأة والزوجة للحد من العنف سواء في الوسط الأسري أو التحرش الجنسي في الأماكن العامة، والذي أدرج لأول مرة في قانون العقوبات الجزائري. اللي استغربت له هو كيف أن الرجل ما يقدرش يكون ضد قانون مثل هذا، لأنه راح يحمي زوجته، يحمي بنته، يحمي أخته. فبالتالي يعني احنا كنا ننتظر من الأحزاب المعارضة، كنا ننتظر منهم أن يكونوا الأولين في الدفاع عن القانون، وبالتالي الحفاظ على المرأة، لأننا بالحفاظ على المرأة من هذا العنف نحافظ على الأسرة وليس العكس. إن شاء الله يا ربي هذا القانون يطبقوه ويكملوا، إن شاء الله يحميوا المرأة، بس كل المرأة كما نقولوا أساس الحياة. القوانين هذو ما يعني ما نحتاجهمش، أنا عارف يعني قيمة المرأة قيمتها يعني. والراجل عنده كرامته، إذا كان وصلت للمرأة حتى مثلا شتمته وصلت تمسو في كرامته، ولا هي اللي بروفوك باش يضربها، باسكو راه تشوف باللي القانون في حقها، هنا تفكك المجتمع. حق المرأة أو الزوجة في إيداع شكوى لدى القضاء ولو بدون أدلة أو إثبات أمر رأى فيه مختصون خرقا لحق الطرف الآخر في البراءة، ويطالبون بتعديل بعض مواده أثناء عرضه والتصويت عليه بمجلس الأمة الأسبوع المقبل. المرأة بهذا القانون صبحت في يدها وسيلة ضغط على الرجال، وبمجرد ما ترفع هذه الشكوى القاضي راح ينظر فيها ويعاقب الرجل حتى ولو وسائل الإثبات غير موجودة. بين من يعارض القانون ويرى فيه مساسا خطيرا باستقرار الأسرة الجزائرية، وعامل آخر يفاقم في نسبة الطلاق والعزوف عن الزواج في الجزائر، ومؤيد يقول إنه خطوة مهمة لصيانة كرامة وحق المرأة، يبقى السؤال هل يكفي تجديد القوانين وحده لمواجهة السلبية في المجتمع؟ محمد جرادة، الحرة، الجزائر.